تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفالة 29 للسفن الشراعية البحرية 60 قدما، والذي يقام سنويا برعاية كريمة ودعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. التحضيرات الخاصة لإقامة الحدث الكبير في الفترة من 25 إلى 28 الجاري، وأنهت اللجنة المنظمة مبكرا كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحدث بعد الاجتماع العام مع الجهات المشاركة في التنظيم من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث قام وفد من اللجنة المنظمة بزيارة إلى جزيرة سير بونعير إحدى المحميات الطبيعية الرائعة في الدولة من أجل استكمال بعض الخطوات والتنسيق مع المسؤولين هناك والترتيب قبل وصول قافلة النادي واطلاع المشاركين من الملاك والنواخذة والبحارة قبل السباق. اللجنة المنظمة بكامل فرقها حضرت إلى الجزيرة وأكملت كافة الترتيبات. أتوقع تم التنسيق أيضا بين اللجنة المنظمة وحكومة الشارجة المتمثلة في شرطة الشارجة قسم الإنقاذ على كافة الترتيبات لاستقطاب جميع المتسابقين ليوم الحدث. ناقشنا جميع الملاحظات المهمة، تم مناقشة أيضا خطة الأمن والسلامة المعدة للسباق، أيضا تم مناقشة كيفية التعامل مع أي حدث طارئ من خلال مجريات السباق. طبعا أخذنا في عين الاعتبار جميع الأحداث اللي حصلت في السنوات الماضية بحيث أن تتم تطوير آلية العمل عليها والتنسيق المباشر بين اللجنة المنظمة والجهات المسؤولة في جزيرة صير بونعير.